مشاهدي قناة على فكرة، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد. في فيديو اليوم سنتعرف على العلاج بهواء خلية النحل، لكن قبل الدخول في تفاصيل الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الاعجاب. على بركة الله. للنحل فوائد كثيرة، بداية من العسل وما يمتلكه من قيم غذائية مثالية أهالته إلى أن يكون على مدار السنين علاجا طبيعيا للعديد من الأمراض. لكن لغز خلية النحل لا يكمن في العسل فقط، بل في هواء الخلية كذلك. فخبراء الطب البديل نجحوا في علاج أمراض الجهاز التنفسي وخاصة الربو عن طريق هواء خلية النحل، حيث توصلت العديد من الأبحاث إلى إمكانية الاستفادة من هواء خلية النحل النقي كعلاج بديل وطبيعي لأمراض الجهاز التنفسي. كما أظهرت التجارب الطبية أن استنشاق ذلك الهواء يساعد على علاج المصابين بالربو كبديل عن الكورتيزون، والكورتيزون هو هرمون طبيعي ينتجه الجسم عبر الغدة الكظرية. لكن عند نقص الكورتيزون في الجسم تظهر عدة أمراض، لذلك يتم استخدامه كدواء لتعويض النقص الحاصل في الجسم، ومن بين هذه الأمراض مرض الربو والجهاز التنفسي بصفة عامة. يتم العلاج بهواء خلية النحل عن طريق جلسات يستنشق فيها المريض هواء خلية النحل الداخلي عن طريق شبكات تسمح بمرور الهواء فقط، وذلك بدلا من الكورتيزون الذي تم استخدامه لفترة طويلة لعلاج التهاب المجاري التنفسية لمرض الربو. ولكن بسبب أعراضه الجانبية بدأ الخبراء في البحث عن بديل طبيعي له غير مضر بالجسم، حتى توصل الباحثون إلى تجريب طريقة العلاج باستنشاق هواء خلية النحل، والذي يتميز بنقائه ودفئه ومكوناته الغنية بالزيوت والمغذيات النباتية المضادة للجراثيم والمهدئة. كان هذا موضوع اليوم، إذا نال الفيديو إعجابكم لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.